كمية البصل رفعتها في مقلاي مع إضافة شوية زيت. أيوة. وبدي أطبخها وأكرملها. الآن في هاي المرحلة راح أضيف لي شوية زعتر. أيوة. عرقين زعتر طازة. بس هذا زعتر. هذا زعتر جوي مش بري. في مقلاة أخرى. طبعاً راح أطبخ الدجاج كل اليوم في المقلاة مع بعض. بننزل صدر الدجاج بسم الله. بدي أشويه وستويه. نحط له ملح. شايفين أنا بحب أطبخ في هاي المقالي بتكون سخنة وتكون إشي يأخذ العقل. وبعدين متى ما سخنت بتحافظ على سخنتها فترة طويلة. انسي الموضوع. أيوة. هاي بصلاتنا أمورهم طيبين. طلعت ريحة الزعتر. أيوة. كمان شوية زعتر من الضياء ما بمانع. لا أيهم. غلط. شوية صغيرة. حتى نعطي نكهة مرتبة. شوية فلفل أسود كمان ما عندنا مانع. مو غلط. ودجاجاتنا. أيوة. عبنشوا طلعوا لها المنظر محلاه. شوفوا. مش مانع. أخذ لي قطعتين من الزبدة الصغار. وأضيفهم على شوي الدجاج. ما في مانع. ها تبعوا. حتى أعطي طعم طيب. وكمان ما عندناش المانع ناخذ لنا عرقين من الزعتر. ها. ونضيفهم هون حتى ننكه الدجاج كله بهالنكهة الطيبة. هون شو عم بصير عندي؟ شو عم بصير؟ في عندي كل القطايب. شو رح يصير؟ بنزل بشوية زبدة. وعلى طول بنزل بالبصلات اللي كرملتهم. أيوة. يا سلام. الآن بدي أسحب كل النكهة الموجودة وين؟ بالقاعل. بالأرضية. طلعوا طلعوا. ها. شايفين؟ أيوة هاي الزعتر من الضياء بجنن. طيب بعد ما ضفنا كل شيء الآن بدي أجيب عامل مكثف لهالصوص. فباخذ الطحين الأبيض. سلام. ملعقة صغيرة بدناش نكثر. بناخذهم مع البصلات. ايوه وبنحركهم. ايش حطيت شف على مرق؟ مرق لحم. بس لونه هيك بتكون غامق شوي. أيوة. بني شوفوا لي هالنكهات اللي صارت عندي. هون الآن بدي ارجع الدجاج وين؟ داخل. يا عيني. ايوه هيك بس. ايوه ناخذ من هالصوص. يا سلام ويا سلام. ونضيفه وين؟ على الدجاج. أيوة. من فوق. ناخذ الجبن الان. نحطه وين؟ على كل صدر دجاج. بدنا 5 زورة. انا طبعا جايب هون 20 صدر. نصف كيلو بصل. متر مرق. طحين. ملح وفلفل اسود. زعتر زبده. وشويه من زيت وموتزاريلا وبارميزان.